كده بقى، يعني انا عايزه افهم، في ناس بتقول انا دلوقتي عندي سنه مفرطه ومش قادره اتحرك وعندي مشاكل في المفاصل، اللي هو معقول يعني كورس هو اللي هيحل المشكله دي؟ طيب قبل ما نجاوب على السؤال ده قولي لي ايه هو الكورس بتاعك. بصي، اولا يعني قبل ما نقول للناس ايه الكورس بيتكون من ايه، انت صراحه ذكرتي حاجه جميله جدا في البدايه وقلتي انه السمنه بتكون انواع، يعني الواحد بيبقى مش عارف يحدد هو زايد في الوزن قد ايه، او هو مثلا حالته تصنف سمنه مفرطه او مجرد زياده في الوزن يعني لحد قد ايه. طبعا اول حاجه انه السمنه لو حد لقى كتله جسمه من 30 ل 35 فهو كده يبقى زياده في الوزن، بتكون في زيادة. بعد كده في من 35 ل 40 بتبقى زيادة من الدرجة الثانية، سمنة من الدرجة الثانية. السمنة المفرطة اللي هي أقصى أنواع السمنة دي لما كتلة الجسم بتكون أكتر من 45. طيب كورس النهاردة هيتعامل إزاي؟ كورس لين كاب من الكورسات اللي عاملة نجاح كبير جدا مع ناس كتيرة جدا، في عايزة أقول لك مع كل الناس في كل الأعمار، أطفال وناس كبار في السن وناس عندها أمراض مزمنة، لأنه آمن وهنتكلم في ده دلوقتي.